Determine the vertical displacement of joint A if members AB and BC experience a temperature increase of 110 degree centigrade. Take A مدهاني والـ E مدهاني والألفا مدهاني. ده استنتاج نقدر نوصل منه لأن الواحد كيلو نيوتن في الدلتا اللي هتحصل عند الـ A بيساوي الألفا كونستانت والدلتا تي بيطلعوا بره السيجما بسيجما الـ N اللي هو الـ Virtual Forces اللي هتتكون في الـ طبعا الـ 2 members بس دول اللي هيزيد درجة حرارتهم في الـ L. وبالتالي الألفا دي هبكتبها زي ما هي اهي 12 في 10 وسالب 6 والدلتا دي نفس الشيء 110 درجة. وبعدين الفورس في كل ممبر في الأصل دي كومبريشن طلع 2 كيلو نيوتن 2 كيلو نيوتن كل واحدة فيهم كومبريشن هقول جت ازاي فالمفروض أحط إشارة سالب وسالب فهيعمل هنا سالب فبدل ما أقول إن الديفليكشن اللي تحت زي ما احنا فرضنا عكست الإشارة خليتها فوق يبقى انا شلت السالب والسالب اللي هنا عشان ده كان هيطلع سالب خليته موجب والفور. طيب اللي هنا 10 اس 3 في دلتا اي يساوي الالفا في الدلتا تي 2 في 10 اس 3 ده الفورس في الاي بي وده الفورس في البي سي 2.4 طول الاي بي 2.4 طول البي سي اضيع ال 10 اس 3 مع بعض واحسب دي هتطلع 12.7 في 10 اس سالب 3 متر يبقى 12.7 ملم والفول اللي كانت طالعه في الاصل بالسالب. طيب ازاي جبنا بقى الفورسز هنا؟ هنا في واحد لتحت الزاويه دي تانها بيساوي 2.4 على 4.8 فشفت تاني ادينا 26.6. لو جيت عند نقطه A هقول الفورس في الاي اي ساين 26.6 ناقص الواحد يساوي صفر تطلع الفورس في بالتنشن مقدارها 2.24 كيلو نيوتن. لو خدت سيجما الاف اكس وحللت ده كوساين 26.6 يمين يطلع 2 يبقى لازم الاي طبعا ناقص الاي بي يسار يساوي 0 يبقى الاي بي 2 كيلو نيوتن كومبريشن. لو جيت عند نقطه بي استنتج ان الاي بي يساوي البي سي يساوي 2 كيلو نيوتن زيه كومبريشن فكل واحد في الاثنين دول اللي زادت درجه حرارتهم 2 كيلو نيوتن اما الباقي ماليش علاقه فيه لان درجه حرارته ما زادتش. وان كان اقدر استنتج ان ده صفر زيرو ممبر لان النقطه دي ما عندهاش لود وطالما ده صفر الاثنين دول على استقامه واحده يبقى برضو ده صفر ويبقى ده يساوي ده وان كان مش محتاج ان انا اجيبهم. يبقى طبقنا المعادله دي اللي استنتاجها كان من هنا. المعادله دي طبعا دي شفناها في فيديوهات كتيره قبل كده. ممكن اسيب الان بس اشيل الان دي واعوض مكانها بسيجما ايه. السيجما عبارة عن E في إبسلون والإبسلون ألفا دلتا دي تي فإي ألفا دلتا تي في الـ A ده الـ N الكابيتال N أحطها هنا هلاقي إن في A و E متكررين شيلهم مع بعض يبقى N ألفا دلتا تي L أطلع الألفا والدلتا تي بره يبقى سيجما الـ N في الـ L وهنا واحد في دلتا الواحد اللي هو واحد كيلو نيوتن يعني وهنا نفس الشيء بالكيلو نيوتن فضيعوا مع بعض. تقدر تطبق المعادلة دي على طول يعني تحفظها ان واحد في دلتا بتساوي الالفا دلتا تي تي دول كونستانتس في سيجما ال ان ال وطبق الكلام ده فقط على الممبرز اللي زادت درجة حرارتها.